أعزائنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي اكتشف إثيوبيا. وفي هذه الحلقة نتجول معكم في معرض إيثيو السوداني الذي أقيم في مدينة أديس أبابا، وسنشوف في هذا المعرض ما هي المنتجات المعروضة ونتعرف على العلاقات الثقافية والتقليدية بين إثيوبيا والسودان. سنأخذكم في جولتي داخل المعرض، تابعونا. تشهد أديس أبابا من حين لآخر إقامة معارض مشتركة بين إثيوبيا والسودان، وتشمل هذه المعارض السنوية معرض نشاطي وثقافي وتجاري مميز بين منتجات السودانية وإثيوبيا. وقام السودانيين المقيمون في العاصمة أديس أبابا وضواحيها بتنظيم معرض منتجات السودانية في مدينة أديس أبابا للتعريف عن ثقافات والتقاليد السودانية والإثيوبية، حيث يلعب دورا كبيرا لتعزيز العلاقات التعاونية والثقافية والتجارية بين البلدين. أنا فرح محمد، منظمة أول بازار للمنتجات السودانية في أديس أبابا، وكان الهدف منه أنه أدعم السودانيين الموجودين في أديس أبابا اللي ما عندهم فرص بتاعة عمل. في نفس الوقت في ناس كثيره بتكون يعني ما قادره انها تنفق على نفسها، فلازم شنو تقوم تساعد نفسها بنفسها بانها تشتغل، فهي محتاجه لنقاط بيع، فانا بهيئ لهم النقطه وبجهز لهم المساحه، وبحيث انه انا اعلن لهم واقدم لهم اكبر عدد من العملاء عشان هم يشتغلوا. عملت منه بازار المنتجات السودانيه الاول والثاني والثالث والرابع، إلى أن فكرت أنه ليه ما أعمل فكرة جديدة أدمج فيها الشعب الإثيوبي مع الشعب السوداني، يعني بدل ما يكون بازار للسودانيين فقط يكون كامل للشعب السوداني وللشعب الإثيوبي. وده طبعا بعزز العلاقة بين البلدين، وفي نفس الوقت حتى الإثيوبيين يجوا يشوفوا الحاصل شنو بالنسبة للمنتجات السودانية. فأنت عارفة طبعا في إثيوبيين كتار اتولدوا أو اتربوا في السودان، فدي فرصة إنهم يجوا يعني يراجعوا ذكرياتهم وحنينهم للسودان. عشان كده عملت مهرجان أفراح للتسوو، وهو طبعا مهرجان إثيو سودان. يعطيكم العافية. الاسم مريم الطاهر، مواليد القضارف، وجيت لي سنة ونص، جيت بالحرب وحسي قلنا نشتغل هنا، والحمد لله إثيوبيا ما شاء الله ربنا يديهم العافية استقبلونا، والحمد لله لأمينا ويديهم العافية حتى الخير مبارك الله فيهم، والحمد لله طلعنا من الحرب جينا، لكن الحمد لله عايشين مع ناسنا مع أسرتنا مع الشعب السودان والشعب الإثيوبي، يعني متوحدين الحمد لله قاعدين سوا. أجواءهم ما شاء الله، التعامل يعني كان الجار، كان في رمضان كان في العيد كان في الصلاة في أي شيء، ما شاء الله ما شاء الله الجار ذاته ما بيفرز الجار، كأنه قاعدة في السودان. إثيوبيا ما شاء الله أجواء حلوة وناس حلوين، ربنا يديهم العافية ويغطيهم ويحفظهم إن شاء الله. معرضا لتسويق لمختلف منتجات السودانية وإثيوبيا في أديس أبابا، حيث نظم السودانيون المعرض هذه المرة معرضا تجاريا تحت شعار مهرجان أفراح للتسوق. اسمي حسين محمد، جيت من السودان لي 6 شهور. حلوة شديد، كل أجواء ذاتها رهيبة شديد. يعني من هذا البازار؟ البازار والله بيحدي يعني بيقوي العلاقات بين السودان وإثيوبيا، يعني بيخليهم يعني كده واحد. أيوة. من أي سنة هذا؟ دي كيكة شوكولاتة. أيوة. ودي كيكة سادة، تمام. ودي اسمها كيف كيف، كيكة شوكولاتة وكيف كيك سادة، تمام. وعندنا الشاي والقهوة، وفي شاي لبن
يعني حتى بالبهارات يعني بالجنزبيل باللبهان قرنفل الشيء اللي بتحبي بس. تفضلي. الحمد لله الحمد لله. نعم نعم ده ما أكل سودانية هاي، والقيمة برضو وسلطة جزر برضو، الجبس أصلا في إثيوبيا موجود، ونحن كمان هو السودانيين، والكفتة برضو عندنا في السودان وعندنا في إثيوبيا، يعني الحاجة كلها متداخلة بعد ما شاء الله، يعني أي شيء الحمد لله. الحمد لله الواحد لما نرجع له رزق اليوم باليوم نحمد ونشكر لرب العالمين، لا يديكم العافية. وأن الهدف الرئيسي لإقامة هذا المعرض هو تشجيع الأسر المتواجدة في العاصمة أديس أبابا بعرض ما لديها من منتجات السودانية، منها مواد للمأكولات ومشروبات والملابس والبخور ومختلف العطور ومواد الاستهلاكية وغيرها من المنتجات. وقد شارك في المعرض الإثيوبيون وعدد من أسر السودانية المتواجدة في إثيوبيا. أجواء جميلة ومعاملة ممتازة، والشعب الإثيوبي شعب ما شاء الله شعب طيب، عملونا بكل ترحاب وكل تقدير وكل احترام، وسهلوا علينا كل حاجة، يعني إحنا لما جينا كنا نعرف حتى اللغة كنا نعرفها، فساعدونا في أشياء كثيرة جدا كنا عايزين نعرفها عرفناها، مستلزمات في البيت برضو ساعدونا فيها كثير جدا ورونا ليها، فالحمد لله ما شاء الله شعب طيب وشعب كريم وشعب ما شاء الله يعني بحب السودانيين. عرض المنتجات السودانية. منتجات سودانية نعم. فيها مأكولات، فيها مصنوعات، فيها مشغولات يدوية. أصل علاقات منذ الأزل، يعني علاقات ممتدة من مئات السنين على علاقات. والشعب الشعب السوداني شعب واحد، ما في فرق بيناتهم. يعني إحنا هنا يعني فاجأنا في اللي جينا في أشياء يعني عندنا في السودان هناك وعندكم هنا. حتى الأغاني مشتركة. والشعب السوداني يحب الأغاني الأثيوبية، والشعب الأثيوبي يحب الأغاني السودانية. الحمد لله ناس هنا مبسوطة جدا ومرتاحة الحمد لله، ما في مشاكل ما في. ويجذب المهرجان العدد من المشاركين والزوار من البائعين والمشترين، مما يخلق منصة تبادل مشتركة للمنتجات السودانية التقليدية متنوعة. هناك مجموعة واسعة من المعروضات بما في ذلك الملابس والمنسوجات ومواد المصنوعة من الفخار ونحت الخشبي. وتعكس هذه المنتجات بين الشعبين البلدين تبادل العادات والثقافات المشتركة. أصلاً أنا قبل كده جيت هنا في إثيوبيا إجازات ومأموريات وخلافه، فأنا لاحظت إنه في فرق كبير جداً بين 2013 والآن يعني 2024، فلقيت إنه في تطور هائل يعني حصل في إثيوبيا من ناحية بتاعت التنمية والديفلوبمنت، البنيات التحتية الموجودة في المتمثلة في الشوارع، في التصريف، في النظافة، في حاجات كثيرة جداً أنا شفتها شاهدتها بنفسي يعني، فأنا جيت مبسوط للتطور اللي حصل له، وأنا أتمنى إنه
الشيء ده يحصل في دول افريقيه كثيره جدا جدا كويس. فمبروك يعني، مبروك التطور ومبروك النجاح وكتر خيركم على استضافتنا يعني كويس. لا لا التعامل كان جيد جدا، ما تنسي انه نحن جيران يعني كويس، وفي غاره واحده، ونحن عندنا علاقات تاريخيه قديمه جدا بتربطنا مع بعض، فبالتالي يعني نحن اخوان من زمن طويل يعني، من التاريخ القديم، من اكسوم وكوش، وعلاقات ازليه، علاقات تاريخيه يعني ما سهله كويس. فبالتالي يعني انا ما تفاجأت بحسن الاستقبال وبالضيافه وبالكرم الاسلوب الفياض يعني كويس. والله البازار عنده اهداف كثيره جدا، انا ما من المنظمين، لكن البازار يعني فرصه ان السودانيين يلتقوا يعني، في هدف اجتماعي انه الناس تتلاقى، ونحن في ظروف بتاعت حرب ومحتاجين نحن كسودانيين نكون مع بعض كويس. الهدف الثاني خدم يعني كويس، انه مفترض يعني تكون في خدمات متوفره هنا، الاغذيه السودانيه، ال 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 برضو البضاعه الثانيه الموجوده من عطور ومن المهم المستلزمات بتاعت أسرة سودانية موجودة. فبالتالي المسألة دي مريحة لنا يعني كويس، بيذكرنا بوجداننا السوداني، بيذكرنا بحاجاتنا السودانية الموجودة هناك. والأهداف كثيرة يعني كويس، بس الزمن ما بيسعين نزول يقول الحاجات دي كلها يعني، لكن يعني جد مبسوطين نحن شديد، وأنا قاعد أشارك يعني، ده البازار الرابع أو الخامس، لأنه أنا طولته من فبراير أنا موجود. مرحبا، في البداية أرحب بالقناة الجميلة وأرحب بالأستاذة حورية، وشاكر جدا على الاستضافة الجميلة دي، وإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم إن شاء الله. أنا اسمي وراق عمر عثمان علي أحمد، الشهير في أثيوبيا وفي السودان بحسن تسريحة. جيت أديس أبابا بعد اندلاع الحرب، بعد 4 شهور أو 5 شهور جيت هنا في أديس أبابا في منطقة حيا هوليت. أديس أبابا جميلة جدا، الواحد ما حس بأنه غريب أو أنه قاعد في بلد تاني، لأنه الأثيوبيين هم إخوة السودانيين يعني، هم في السودان هناك موجودين معانا ما شاء الله يعني 6 مليون أثيوبي، يعني لما جينا هنا أثيوبيا ما حس إننا غريبين من السودان، لأنه هم إخواننا في السودان وإخواننا في أثيوبيا، وحتى عاداتهم وتقاليدهم قريبة لنا يعني. الهدف الرئيسي هو اللمة السودانية يعني، الهدف الأساسي من البازار هو لمة السودانيين في الغربة، وإنهم يشتروا المنتجات السودانية يعني. فالبازارات دي تكون فيها كل المنتجات السودانية، من بخور ومن الملابس ومن حاجات سودانية يعني، بتكون موجودة، منها بتكون لمة تفاكرية تفغضية، لمة حميمية يعني. إلى جانب التسوق، يتضمن المهرجان من الأنشطة الثقافية المتنوعة تشمل العروض الموسيقية والرقصات التقليدية المشتركة بين البلدين، وتسلط هذه الأنشطة الضوء على التنوع الثقافي والفني بين البلدين وتعزيز التبادل الثقافي.
ويلعب المهرجان دورا حيويا في تعزيز التعاون التجاري بين إثيوبيا والسودان، ويعد مهرجان إثيو سوداني للتسوق حدثا سنويا بارزا يجسد الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، كما يساهم المهرجان في الحفاظ على التراث المشترك وتعزيز التعاون التجاري والتبادل الثقافي بين إثيوبيا والسودان. زمان يعني شغال هنا في اثيوبيا من زمان، بعد رجعت السودان وتاني جيت مع يعني قبل الحرب بشويه، فكده اصلا من زمان شغال في اثيوبيا. لا ديزابا ما في كلام، ديزابا هذا بلدنا الثاني، يعني بلد الثاني للسودانيين، والحمد لله ديزابا استقبلت يعني جميع السودانيين المضرين من الحرب، جو هنا لقوا يعني اثيوبيا بلد جميله، والشعب الاثيوبي استقبل الشعب السوداني بطريقه حلوه، وحتى الحكومه برضه تعاملت تعامل كويس جدا مع الشعب السوداني، واتغاضت عن حاجات كثير يعني نقاط كنا اتكلمنا فيها قبل كده، والحمد لله في كل ترحيب من جميع الشعب الاثيوبي للشعب السوداني. العلاقات الاثيوبيه السودانيه حلوه جدا جدا، والشعبين مندوجين مع بعض. انا بفتكر ان اثيوبيا والسودان شعب واحد، يعني الاثيوبيين الان بيتواجدوا مع السودانيين في البازار بتاعهم، والسودانيين بيتواجدوا مع الاثيوبيين في اماكنهم برضه في كل الأماكن يعني. هو يعني عرض المنتجات السودانية، الناس تتقابل مع بعض في فترات متقطعة، يعني البازار ده بيكون كل شهرين ثلاثة شهور، فبيتلقوا كل الشعب السوداني، وفي بيجوا ناس عارضين لمنتجات بعض التجار بيعرضوا المنتجات، و يعني حاجه جميله جدا البازار، يعني بلم السودانيين وبرضه بلم بعض الاثيوبيين يعني. أنا الأثيوبية على الاستضافة دي، وأتشرف جدا. أنا مياد علي من السودان. الحمد لله جميلة، استقبلتنا بكل صدر رحب وما لقينا حاجة، الحمد لله جميلة جدا. تعزيز العلاقة بين السودانيين والأثيوبيين بالإضافة لأنهم بيوفر كل المنتجات السودانية للسودانيين، الحاجات اللي بتكون ما متوفرة فلما نيجي البازار هنا كل الحاجات بتكون موجودة، بيقدروا ياخدوا الحاجات اللي عايزينها. عندي عطور سودانية وبخور ومنتجات سودانية و أنا اسمي رماح دسالي، مولود بالسودان، أبوي أثيوبي وأمي سودانية، مولود بالسودان وجيت أثيوبيا يعني قبل ثلاث، يعني نفس الشيء، ما في نفس العادات نفس التقاليد نفس أي شيء، ما في اختلاف كثير. والله الاستقبال جميل جدا، والناس زي ما بيقولوا خدتنا نفس الحاجة، يعني نفس الأهل. أنا عندي حلويات سودانية، أيوة، بسبوسة وباسطة وبسيمة والحياة السودانية، الحلويات السودانية. لما للسودانيين، تعرف الناس كلها في حالة بتاعت حرب، فالناس بتتلم بتحاول شوية ترفع عن نفسها، والمنتجات السودانية الموجودة بالسودان الناس كلها بتلقاها في البازار، ويعني الناس بتعرف على بعض وبتعرف الشعب الأثيوبي على عاداتنا على تقاليدنا السودانية، وكمان نفس إذا شايف البازار عندنا فرقة أثيوبية برضو الشعب الأثيوبي بيعمل نفس الشيء. Thank you.
استعدادات مثل هذا البازار يعزز العلاقات الإثيوبية والسودانية. قد نكون بهذا إلى ختام البرنامج. كنت معكم في الإعداد والتقديم حرية أمان، وفي تصوير كاساهون، وحتى جديد اللقاء دمتم بألف